في قصة عجيبة، قصة أبو الهيثم العيار. هذا رجل من كبار اللصوص. هذا جلد 18,000 صوت متفرقة بسبب اللصوصية، كلما يقبض عليه يجلد. ولما سئل في ذلك قال أردت الشهرة وأراد الدنيا. وهذا الرجل هو الذي قال للإمام أحمد لما سجن الإمام أحمد في زمن المحنة، قال له يا أحمد جلدت كذا وكذا صوت لأجل الدنيا، فاثبت لأجل الدين. يقول الإمام أحمد ما ثبتني أحد مثل كلام أبي الهيثم العيار، حتى إنه كان يقول رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. يقول عبد الله بن الإمام أحمد يا أبتاه أسمعك تثني عليه، قال أما تعرف أبا الهيثم؟ قال لا. فذكر له قصته، ذكر له قصته، حتى ذكر بأنه أتى به المتوكل فقال ما يعني حيلك وأشياؤك؟ فذكر قال بأنه يأتي بالعقارب فيضعها في الأكياس، ثم يضع يده وسطها يقول أتألم ألم شديد. فقال له الفتح بن خاقان، قال له ولماذا؟ قال أريد الشهرة، يريد الدنيا، نسأل الله السلام والعافية. يوجد من الناس من يريد الدنيا ولو كان على حساب صحته وضرره، ومن الناس نسأل الله العافية من يخلط الدنيا بالدين، وهؤلاء توعدهم الله عز وجل.